يلزمنا الكل نغزروا وننظروا في اتجاه اخر غير اتجاه المناكفات والتجاذبات الى متى باش تقعد. ماهوش ما نجموش نواصلوا على النمط هذا الى ما لا نهايه له، يلزم البلاد تدخل في فتره تهدئه وهذا مطلوب. ومن الخونة ومن اللصوص ومن الطغاة كالأثاعي منتشرة في كل مكان، تسمع فحيحها حتى وأن لم تكن تراها، فأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية من هذه الفلول ومن هذه الزواحف السامة والأفاعي، فلا مكان للخونة وللعملاء. إننا عبرنا وسنواصل على نفس النهج من عبور إلى عبور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.